السلام عليكم ورحمة الله زملائنا الكرام. نحن الآن في الجلسة الرابعة أو في المحاضرة الرابعة في الإلكتريك فيكلز. طبعاً راح نحكي عن العربة الكهربائية وتحسين أداء المحرك الكهربائي في العربة الكهربائية، وراح نختار خوارزمية للعمل مع هذه أو في تحسين أداء هذا المحرك. طبعاً بالآونة الأخيرة صار في عنا اهتمام من قبل الباحثين بشكل عام في تحسين أداء المحرك الكهربائي. إذا صار الشغل الشاغل أو الفوكس صار موجه لوين؟ على تحسين أداء المحرك الكهربائي. طبعاً حقل التحكم بالمحركات الكهربائية يعتبر حقل واسع. يعتبر حقل التحكم بالمحركات الكهربائية حقل واسع. ينطلق من استخدام الاستراتيجيات التقليدية، يعني في عنا طرق تقليدية للتحكم بالمحركات الكهربائية، ثم تتطور هذه الطرق لتشمل الطرق المعقدة. فمن هذه الطرق التقليدية في عنا ما يسمى التحكم السلمي أو بيسموه scalar control. إذا في عنا إيش؟ التحكم السلمي أو بيسموه scalar control، ويتطور هذا الأمر حتى استخدام التحكم التنبؤي أو بيسموه predictive control. ما معنى التحكم التنبؤي؟ ما معنى التحكم التنبؤي؟ يعني كلمة التنبؤ ماذا تعني؟ توقع. التنبؤ يعني توقع القيم أو البارامترات التي يراد الحصول عليها من أجل إجراء أو إكمال الحسابات في الألغوريزم المستخدم. فموضوع التحكم التنبؤي هو يعتمد أو شيء شبيه بموضوع الاحتمالات. موضوع بإيش؟ شبيه بموضوع الاحتمالات. أنا أتوقع قيمة السرعة ستكون في اللحظة التالية قيمتها كذا. أنا أتوقع قيمة التيار سيكون كذا. طبعا هذا التوقع هو معتمد على أسس وليس عشوائية طبعا. وأيضا تتطور هذه الخوارزميات لتشمل خوارزميات السنسورليس، يعني العمل بدون حساسات. بتعرفوا يا جماعة أنه أي نظام تحكم فيه بشكل عام حساسات. وجود الحساس يزيد من التكلفة. يعني عندك حساس السرعة، حساس الجهد، حساس العزم، حساس الفيض، كل هذه الحساسات أو بعضها يزيد من كلفة تجهيز النظام. ولذلك إذا استطعت أن تحصل على نظام تحكم بأقل عدد ممكن من الحساسات فنظام التحكم يصبح أقل تكلفة وأكثر وثوقية، لأنه ليس الأمر يتعلق فقط بزيادة التكلفة، ولكن وجود الحساسات أحيانا يخلق مشاكل إضافية سواء كانت كهربائية أو ميكانيكية في النظام. هلا هو يخدم، ولكن أنت لما بدك تطور الخوارزمية عندك وتصبح خوارزمية ذكية، فإجباري أنت سيصبح موضوع الاعتماد على الحساسات هو موضوع ثانوي. فتصبح أو لأنه استحصال الإشارة أيضا هذا موضوع مهم. يعني أنت تريد أن تحصل على إشارة السرعة مثلا بأقصر زمن ممكن، فهذا الأمر يعني أيضا موضوع مهم، أني أنا أحصل على الإشارة بالزمن أو ضمن الوقت المسموح. ضمن الوقت المسموح ما يصير عندي تأخير. كل هذه الأمور تصل إلى ما يسمى Self-Drive Electric Vehicles، اللي هي شو؟ القيادة الذاتية العربي، أو ذات القيادة الذاتية أو ذاتية القيادة. يعني إذا دخلتوا على اليوتيوب وشفتوا بعض الفيديوهات عن Self-Drive Electric Vehicles فتشوفوا أنه العربي تسير لوحدها بدون سائق. في الحقيقة هي فيها نظام توجيه، فيها نظام تحكم، فيها سنسورليس او فيها بريدكتيف كنترول،
فمعناتها هذا كلياته عبارة عن تراكم لكل هذه الاستراتيجيات. نحن سنركز دراستنا على خوارزمية مشهورة في نظم التحكم تسمى خوارزمية التحكم المباشر بالعزل، أو بيسموها Direct Torque Control. شو بيسموها يا شباب؟ Direct Torque Control، يعني التحكم المباشر بالعزل للمحرك الكهربائي. لماذا اخترنا هذه الخوارزمية؟ ليش؟ يعني ليش ما ركزنا على خوارزمية أخرى؟ هناك خوارزميتان مشهورتان في نظم التحكم بالمحركات الكهربائية بشكل عام. أشهر خوارزميتين. الخوارزمية الأولى تسمى Field Oriented Control، أو التحكم الشعاعي بالفيض الموجه. التحكم الشعاعي بالفيض الموجه، أو بيسموها Field Orientation أو FOC. اختصارا شو بيسموها؟ FOC أو Field Oriented Control، يعني التحكم بالفيض الموجه. والخوارزمية الثانية تسمى خوارزمية التحكم المباشر بالعزل اللي هي Direct Torque Control. تتسم خوارزمية DTC اختصارا عن خوارزمية FOC بأنها أسهل. فإذا أنا دائما يا شباب أختار الخوارزمية الأسهل. طبعا الأسهل مع الحفاظ على مستوى معين من التحكم، يعني لا يعني دائما الأسهل أنه والله أنا ضيع المواصفات الأخرى أو الميزات الأخرى. على سبيل المثال الـ FOC تحتاج إلى ما يسمى Coordinate Transformation، تحويل المحاور الإحداثية. إذا شو بتحتاج كخوارزمية الـ FOC؟ Coordinate Transformation، تحويل المحاور. طبعا أكيد راح تسألوني شو معنى يعني Coordinate Transformation، شو معنى تحويل المحاور؟ راح نجي عليها. إذا راح نجي عليها بعد قليل. تحويل المحاور باختصار إنه أنا حتى سهل عملية التحكم، فبيكون عندي النموذج الرياضي ممثل بمحاور ثلاثية، فأنا بروح ببسط الأمر وبحوله لمحاور ثنائية. فأنت بدل ما تتعامل مع 3D أو يعني جملة ثلاثية، تتعامل مع جملة إحداثيات ثنائية، فبيصير الموضوع شو؟ أسهل. أما الـ DTC لا تحتاج إلى هذا التحويل نهائيا. خوارزمية الـ FOC فيها مرحلة ما يسمى PWM أو Pulse Width Modulation، أما الـ DTC ليس فيها هذه المرحلة. تعرفوا الـ PWM شو بدك؟ بدك يكون في عندك إشارة مرجعية مع مقارنة مع إشارة سن المنشار مثلا، وتختار التردد يلي تشتغل عليه. فموضوع يعني تنفيذه صعب، ولكن الـ DTC قال لك لا، ما في لزوم أنا يكون عندي PWM. إذا أنت بتكون خلصت من إيش؟ من الـ PWM. أيضا موضوع الحسابات، الـ DTC طبعا في متحولات حالي بدك إياها، والـ FOC في متحولات حالي، ولكن الحسابات في الـ DTC تبقى أسهل. تبقى إيش؟ أسهل. لا تحتاج إلى معالج قوي، بينما الـ FOC تحتاج إلى معالج قوي. تمام؟ كل هذه المزايا وغيرها جعلت الـ DTC مرغوب من قبل الباحثين للتحكم بالمحركات الكهربائية بشكل أفضل. يعني مثلا على سبيل المثال الـ FOC تعتمد على تغيرات مقاومة الثابت، وتعتمد على تغيرات مقاومة الدوار. إذا كنت عم بحكي عن محرك تحريضي، ففي عندك تعريف الثابت وفي الدوار، في مقاومة للثابت وفي مقاومة للدوار. أما الـ DTC لا تعتمد إلا على مقاومة الثابت. ليش؟ لأنه بالمعادلات الرياضية لهذه الخوارزمية ما بيدخل عندي غير إيش؟ مقاومة الثابت. فمعناته أنت أي تغير نتيجة درجة الحرارة أو تغيرات السرعة سيكون أثرها على خوارزمية الـ DTC أقل من الـ FOC. إذن التأثير فقط على إيش؟ عن مقاومة الثابت. أيضا قلة الحاجة إلى الصيانة. ليش؟ لأن الحساسات اللي فيها حساسات قليلة.
تمام؟ اغلب حساباتها بتكون حسابات رياضيه. هلا نحن عم نقول خوارزميه الدي تي سي، بس بالاخير يعني بدنا نعرف شو هي. طيب لننظر الى الشكل المبين يا شباب. راح افترض انه في عندي عجله، تمام؟ هذه العجله يدورها محرك كهربائي. المحرك الكهربائي الذي ساعتمد عليه في هذا البحث هو المحرك التحريضي ثلاثي الطور. طبعا معناته بيتغذى بايش؟ بجهود ثلاثيه. نعم. كم فرع له؟ كم جهد؟ نعم. ثلاث جهود. هذه الجهود ثلاثي الطور. ليش اخترت المحرك ثلاثي الطور يا شباب؟ لا، محرك ثلاثي الطور يعني مو شرط يكون دائما استطاعاته عاليه. في عندك محرك ثلاثي الطور، يعني انا اشتغلت عليه مثلا بالدكتوراه، استطاعته 350 واط، يعني صغير خلفك. وفي عندك محركات قادره على انه تقود يعني قطارات، تمام. بس ليش اخترنا المحرك ثلاثي الطور؟ قال لانه المحرك ثلاثي الطور روبست، متين، وقادر على العمل في بيئة غبارية. قد ما كان في يعني غبار وظروف صعبة، المحرك التحريضي ما عنده مشكلة، لأنه محكم وتركيبه يعني هو ما في، أولا هو غير متواقد، هو غير إيش؟ متواقد. سهل الصيانة لأنه ما فيه مغانط، كلفته بسيطة، ومتين لأنه إيش؟ محكم الإغلاق ومصنوع بشكل يعني قوي. فأنا في عندي محرك كهربائي يربط مع علبة سرعة مع العجلة. الآن أنا بدي أطبق عملية التحكم بهذا المحرك، يعني أنا بدي المحرك أتحكم بسرعته، أتحكم بعزمه، وأتحكم بالفيض المغناطيسي. التحكم بالفيض المغناطيسي يعني بشكل أو بآخر التحكم بالتيار. كل هذه الامور شو بتساوي؟ بتقلل يعني او بتنظم استهلاك الاستطاعه، ترفع المردود. نحن حكينا في المحاضرات السابقه انه من ابجديات العمل في العربات الكهربائيه اني انا لازم ايش؟ ارفع المردود، يعني قلل الاستهلاك اقل ما يمكن. كيف تقلل الاستهلاك؟ بانك تضبط التيار وتنظم العزم، فهذا بيخفف الضياعات ويرفع من قيمة المردود. طيب أنا راح أتحكم بالسرعة، تمام؟ فمعناته أنا باختصار لازم يكون عندي متحكم للسرعة، سبيد كنترولر. لكن لما كان المدخل الاساسي لخوارزميه الدي تي سي هن شغلتين، العزم والفيض. شو هن؟ العزم والفيض. فانا ممكن متحكم السرعه يعطيني العزم المرجعي. متحكم السرعه بيعطيني شو؟ العزم المرجعي. والفيض المرجعي انا فيني طبقه كقيمه ثابته، يعني انا شو الفيض اللي بدي طبقه على المحرك، وليكن بدي اطبق انا عليه واحد وتر. فهذا بعطيك قيمة مرجعية. سيقارن الفيض المرجعي يا شباب مع الفيض المقاس. انت دائما لما بدك تنظم شغلي او تتحكم بشغلي شو بتساوي؟ بدك اشارة مقاسة واشارة مرجعية، صح الكلام ولا لا؟ يعني حتى بالسي ان سي موجود هذا الكلام. لما بدك تتحكم مثلا بالعمق، مظبوط ولا لا؟ بدك عمق مرجعي وبدك عمق مقاس، بحيث انه الايرور خليه صفر. طيب راح يطلع الخطا، انا بسميه الايرور. كلمه الخطا لا تفهموها انه خطا يعني غلط، لا، الخطا هو الايرور، يعني الفرق بين القيمه المقاسه والقيمه المرجعيه. سيتم إدخال الخطأ إلى متحكم أو منظم بسميه High Stresses Controller، منظم بطائي. شو بنسميه؟ منظم بطائي. شو اسمه؟ Flux High Stresses Controller. وأيضا العزم،
أنا أخذت العزم المرجعي من متحكم السرعة، قارنته مع العزم المقاس، طلع معي خطأ العزم. شو طلع معي؟ خطأ العزم. دائما إشارة الخطأ تدخل إلى المتحكم. أنتوا هيك درستوا بالتحكم، دائما إشارة الخطأ تدخل إلى المتحكم، بحيث أن المتحكم يجعل أو يحاول أن يجعل هذا الإيرور إبسيلون أصغر ما يمكن. بيطلع معي نبضات أو بيطلع معي حالات، يعني خليني رح سميها C5 و CTM، يعني عبارة عن إيش؟ خرج المنظم البطائي. يعني يا بيطلع واحد يا بيطلع صفر يا بيطلع ناقص واحد، حسب أنا إذا كان مثلا القيمة المقاسي أكبر من القيمة المرجعية، معناتها أنا بدي حاول إيش؟ نزلها، مظبوط؟ معناتها بعطي خرج المنظم البطائي صفر. طيب إذا القيمة المرجعية أكبر، معناتها أنا بدي زيد، شو بساوي؟ هالثابت هذا خلي قيمته واحد، يعني بزيده. طيب إذا كانت القيمة المرجعية نفس القيمة المقاسية، نفسها الحالة السابقة، إذا كانت واحد بخليها واحد، وإذا صفر بخليها صفر، إنه المطلوب. طيب هلا في شغلة لحد الآن ما خلصنا، بنجي لهون. بدي أنا شو لازمني؟ لازمني الفيض المقاس ولازمني العزم المقاس. مو أنا أقول بقارن العزم المرجعي مع العزم المقاس، وبقاسم الفيض وبقارن الفيض المرجعي مع الفيض المقاس، معناته أنا لازمني الفيض المقاس والعزم المقاس، معناته لازمني حساس فيض وحساس عزم. طيب هدول الحساسين غاليات، فشو بساوي؟ قال بروح بقيسهم بشكل غير مباشر. صح الكلام ولا لا؟ عن طريق شو؟ قياس التيارات والجهود. لأنه الفيض والعزم أساسهم شو هني؟ جهد وتيار. فشو بساوي يا شباب؟ بروح باخذ التيارات وباخذ الجهود. هالحكي صح ولا لا؟ بعمل لهم عملية تحويل للمحاور اللي اسمها كلارك ترانسفورميشن، خوار مصفوفي، بتحول النظام الثلاثي لنظام ايش؟ ثنائي. هاي ما نحكي عنها بعد شوي كمان، يعني هذا البلوك انتو حاليا ما تسألوني عنه لانه راح يجيكم بعد شوي. طلع معي تيارات في جملة محاور إحداثية ثنائية، التيارات الثلاثية صارت إيش؟ تيارات ثنائية I S ألفا و I S بيتا، والجهود الثلاثية صارت جهود ثنائية، يعني ال V S A V S B V S C اللي هي ثلاث جهود صارت عبارة عن جهدين، حولتها لجهدين صاروا اسمهم V S ألفا و V S بيتا. الجهدين الثنائيين والتيارين الثنائيين يحسبان قيمة الفيض والعزم من خلال معادلات رياضية رح تأخذوها بعد شوي. يعني أنا من خلال هذا البلوك طلع بلاقي أنه اللي بيحسب بلوك العزم، اللي بيحسب بلوك العزم شغلتين، الجهدين والفيضين الثنائيين. طب الفيضين الثنائيين منين اجوا؟ من التيارات. اذا اللي بيحسب الفيوض هي التيارات، واللي بيحسب العزم هو الجهود والفيوض. فهذا اسمه state reflux estimator. شو معنى state reflux estimator؟ يعني مراقب فيض الثابت. مراقب يعني اللي بيحسب الفيض. معي لما نكون معي تفضل تفضل. والتورك استيميتر شو اسمه؟ التورك استيميتر شو اسمه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. قلت لك حالك بدنا روح بعدين. ما بعثت لكم رسالة؟ لا يوم اللي جيتك عم إذا يا شباب عندي
حالات المفاتيح الإلكترونية. ممكن أنا أطبق على القالبي، طبعا على الترانزستورات العلوية عم بحكي، لأنه الترانزستورات السفلية راح تكون عكسها. يعني أنت إذا بتطبق على الترانزستور العلوي هون، هذا الترانزستور بتطبق عليه واحد، حكما اللي تحته شو راح يكون؟ صفر، ما بيصير يكون واحد. مين بيقل ليش؟ لأنه بيقصر المنبع. حكما إذا بتطبق على الترانزستور العلوي واحد راح يكون تحته صفر، إذا بتطبق فوق صفر لازم يكون تحته واحد، ما بيصير يكون لهم نفس الحالة. لماذا؟ لأنه بيقصر المنبع. تمام؟ فمعناته أنا بحكي على الترانزستورات العلوية، والترانزستورات السفلية بتكون إيش؟ بتكون عبارة عن المتمم. ففي عندي ست حالات للأشعة. كم حالة عندي؟ ست حالات. ليش عندي ست حالات؟ هاي الحالات بنسميها حالات الأكتيف، يعني الحالات الممكنة. ولكن في عندي حالتين غير ممكنتين، انه طبق صفر صفر صفر، تمام، هاي حالة غير ممكنة، او واحد واحد واحد. ما بيصير طبق ثلاث مفاتيح، يعني ما بيصير عندي الترانزستورات العلويات هدول ما بيصير يكونوا واحدات، لانه كمان راح يصير عندي قصر، وما بيصير يكونوا ايش؟ اصفار. واضح الكلام؟ طيب، معناته حتى اختار انا الشعاع المناسب، الشعاع المناسب لازم اعرف ثلاث شغلات: خرج منظم العزم، وخرج منظم الفيض، ولازم اعرف موضع الفيض. لذلك الفيض عم يدور على 360 درجه، مزبوط، مو هو على الشعاع عم يدور في الفراغ، فعم يدور 360 درجه. أنا حتى أعرف موضع الفيض بروح بقسم المستوي للفيض إلى ست قطاعات، كل قطاع قديش بيكون زاويته؟ 60 درجة. إذا وقع الفيض، إذا وقع الفيض هنا، فمعناته هذا اسمه السيكتور الأول، يعني القطاع الأول. شو اسمه هذا؟ القطاع الأول. إذا وقع شعاع الفيض ضمن هالمجال، هذا اسمه إيش؟ السيكتور الثاني. إذا وقعه سيكتور الثالث، وهكذا حتى وصل لوين؟ للثالث. معناته أنا لازم أعرف أحسب زاوية الفيض وشوف يا هل ترى هالزاوية إذا كانت من الصفر للستين درجة معناته بقول له أنت في القطاع الأول، وإذا كانت الزاوية من الستين للمية وعشرين معناته بقول له الفيض في القطاع الثاني، وهكذا. وضحت الفكرة؟ طيب الفيض، زاوية الفيض كيف بدي احسبها؟ بحسبها من نفس البلوك من هون. الزاوية ماذا تساوي؟ انتم بتعرفوا الشعاع هو قيمة عقدية، قسم حقيقي وقسم ايش؟ تخيلي. يعني الفيض ماذا يساوي؟ تانج ناقص واحد. تماما، الفيض يساوي فاي اس الفا زائد جي فاي اس بيتا، مظبوط؟ نعم. معناته تيتا اس ماذا يساوي؟ آرك تانجنت فاي اس بيتا على فاي اس. طيب فاي اس بيتا وفاي اس الفا انا حسبتهم منين؟ من التيارات. فبيطلع معي موضع الفيض. انا اتوقع انه يعني لا زالت الصوره عندكم غير واضحه، ولكن لما بدكم تنفذوا هالشيء عملي على الماتلاب راح يصير الوضع عندكم ايش؟ مفهوم تماما. طبعا راح تنفذوه خطوه خطوه. واضح يا شباب؟ معناته يا شباب انا حتى نفذ هذا الامر، اول شيء لازم نمزج المحرك. شو رايكم؟ لازم نمزج المحرك، ولازم نمزج القالبي، ولازم لازم احسب منظم العزم، عفوا احسب مخمن العزم يعني اشاره العزم، ولازم احسب اشاره الفيض، ولازم انجز تحويل بارك، لازم انجز تحويل بارك، ولازم شو ساوي؟ لازم شكل جدول تبديل. شو اسمه هذا الجدول؟ يعني انا بدي هون يكون عندي حالات منطقيه،
مثلا ممكن يجيك هون واحد وهون واحد وهون مثلا يقول لك انا بالسيكتور الاول، بناء عليه بده يطلع معك شعاع بدك تطبقه على المبدله. ممكن هون واحد وهون صفر ولساتني انا بالسيكتور الاول وهكذا. فممكن يطلع معك مثلا 32 حاله تبديل، ممكن يطلع معك 64، ممكن يطلع معك 128 حسب عدد المداخل. واضح الكلام؟ طيب في عمل كبير بدنا نشتغله. هلا احنا عندنا هون خرج الهاي ستريس ممكن يكون ناقص واحد وصفر. ايوه هلا شوف، هذا السؤال سيجعلني مجبرا اني انظر لهذا الشكل وهذا الشكل. انت برايك هذول مثل بعض؟ مثل بعض؟ لا يعني مع انه هذا منظم هاي ستريسز وهذا منظم هاي ستريسز، ولكن كشكل 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 هذا 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 مثل هذا. شوف هذا اسمه المنظم بمستويين، يا بيعطيك واحد يا بيعطيك ناقص واحد، صح الكلام ولا لا؟ اما هذا الشكل هذا صار ثلاث مستويات بيعطيك ثلاث قيم على خرجه. فانت حسب تصميمك، انت بتريد تصمم بمستويين او بثلاث مستويات؟ اذا صممت بثلاث مستويات بدها تتعقد المسألة معك. وحتى في شغلي يا شباب كمان، انت بيجي هون موضوع الديفلوبمنت او التطوير، انت بتقول لحالك اخي انا بدي اطور العمل، انا بدي بدل ما قسم الزاويه لست قطعات بدي اقسمها ل 12 قطعه. تاخذ قيم ادق. بدك تاخذ قيم ادق، بس الشغل ايش بده يصير؟ يعني بده يصير الشغل اعقد بكثير. انا شو بدي اساوي؟ اول شيء لازم نمزج المحرك. مظبوط؟ طيب. مفهوم هذا المخطط بشكل عام هيك كفكره عامه؟ ها هي خوارزمية ديناميكية تعمل في كافة الظروف، يعني تعمل عند سرعة ثابتة، سرعة متغيرة، كبح، أي شيء بدك تعمل فيه بتتجاوب معك. تمام؟ نبدأ بنمزجة المحرك التحريضي. المحرك يا شباب مثله مثل أي محرك، فيه له معادلات، مظبوط هالكلام ولا لا؟ هي معادلة الجهد. المعادلة الجهد ماذا تساوي؟ تساوي إلى مقاومة الثابت مضروب في التيار زائد تغير الفيض المغناطيسي بالنسبة للزمن. يعني هاي معادلة تفاضلية معروفة. كم معادلة هاي؟ كم معادلة؟ ثلاث معادلات. أحسنت أحسنت، ثلاث معادلات. هاي معادلة مصفوفية، ثلاث معادلات. شلون عرفتها ثلاث معادلات؟ بحسن قول VSA، صح الكلام ولا لا؟ اللي هو الطور الاول VSA يساوي RS، مقاومات الاطوار مثل بعض، فالRS بتضل على حالها، RS BISA BISA ISA مضبوط زائد DFISA على DT، صح الكلام ولا لا؟ VSB يساوي RS BISB زائد DFISB على DT، VSC تساوي RS BISC زائد DFISC على DT. هدول جهود الثابت. كمان عندك جهود الدوار، صار عندك ست معادلات. عم بيقول انه يا اخي صعب علي انا انجز هذه المعادلات لان هذه المنحنيات او عفوا هذه الملفات متوضعة بشكل كهربائي. مظبوط هالكلام ولا لا؟ يعني عندك ثلاث ملفات على الثابت وثلاثة على الدوار ومتوزعين كهربائيا وفي بيناتهم انزياح زاوي ايضا. فانا ساحول هذه الملفات الثلاثية الى ملفات ثنائية. فبدل ما يكون عندي ثلاث ملفات على الثابت بيصير عندي ملفين على الثابت. بدل VSA و VSB و VSC بيصير VS alpha و VS beta. طلع. وبدل ما يكون عندي VRA و VRB و VRC بيصير عندي على الدوار VR alpha و VR beta.
فمعناتها الست ملفات بكون نزلتهم لايش؟ لاربعة. طبعا انت فيزيائيا المحرك بيطلع لحاله، هذا الحكي حكي رياضي مظبوط لا لا؟ وليفيد كم علما عملية التحويل هاي لكل انواع المحركات موجودة، يعني ان كان محرك متواقد او كذا راح تشوفوا انه تحويل المحاور هو عملية عامة، لذلك ركزوا على هذا الموضوع. طيب مصفوفة التحويل اللي هي مصفوفة كلارك اللي قلت لكم اياها هي، يعني شلون هاي المصفوفة؟ انتوا بتعرفوا يا شباب انه بتحويلات لابلاس في عندي تحويل لابلاس المباشر وفي عندي التحويل العكسي، انا احيانا يلزمني اني احول عكسيا، ممكن تكون عندي اي اس الفا واي اس بيتا وانا مضطر اني ارجع التيارات لمثل ما كانت، فمعناتها في عندي مصفوفة بسموها مصفوفة كلارك العكسية او بسموها مصفوفة بارك، ممكن هاي يسموها شو؟ بارك، بارك او كلارك العكسية. هاي بتحصل على القيم الثلاثية انطلاقا منين؟ من القيم الثنائية. واضح الكلام؟ نفس الشيء هذا الحد ما في لزوم له لانه مرتبط بالاكس زيرو، فهذا كلياته ما له لزوم بالشغل، ولكن هي توضع كقيم من اجل عمليه التوازن. يعني اذا بدك مثلا في اس اي ماذا تساوي؟ راح اقرا لكم اياها قراءه، كوساين تيتا كي ب في اس الفا ناقص ساين تيتا كي ب في اس بيتا. طيب طبعا مضروبي في ان، مضروبي بايش؟ بان، هذا الان رح نحكي عنه. في اس بي ماذا يساوي؟ كوساين تيتا كي ناقص 2 بي على 3 ضرب في اس الفا ناقص ساين تيتا كي ناقص 2 بي على 3 مضروب بمين؟ بفي اس بيتا. صح الكلام ولا لا؟ في اس سي ماذا يساوي؟ كوساين تيتا كي زائد 2 بي على 3 مضروب بفي اس الفا ناقص ساين تيتا كي زائد 2 بي على 3 مضروب بمين؟ بفي اس بيتا. بنيجي على الان، هلا هون في ان وهون في ان كمان. الان حسب انت شو بدك، هل انت رايد لما بدك تحول من الثلاثي الى الثنائي يكون المطالات نفسها؟ يعني مطال الجهد في اس اي نفسه في اس الفا، يعني هذا اذا كان 220 بدك هذا يكون 220، هذا اسمه مطالات ثابته، ولا لا بدك انه عند اللي بدك تحول من النظام الثلاثي الى النظام الثنائي المطالات ما بتهمك بس بهمك الاستطاعات تكون نفسها؟ هون بتعطي قيمة ان. في قيمتين لان اصطلح على ما يلي، إذا بدك تحافظ على مطالات ثابتة، يعني مطال التحويل قبل نفسه مطال التحويل بعد، فبتحط ان قيمتها 2 على 3. إذا بدك ما بهمك المطالات بهمك فقط الاستطاعة تبقى ثابتة قبل وبعد التحويل، وهذا اللي بهمنا نحن، أنا بهمني الاستطاعة تضل ثابتة، يعني المطالات أنا شو بتهمني؟ ما بتهمني الاستطاعة، هي الشيء الملموس، أنا ما بهمني استطاعة العربي بعد التحويل تنخفض، لا أنا بدي الاستطاعة تضل نفسها، فبحط الان قيمتها جذر 2 على 3 سكويرت. ايش معناتها؟ يعني تحت الجذر 2 على 3. واضح يا شباب؟ نجي الان على نموذج المحرك. نموذج المحرك التحريضي طبعا في له اربع نماذج او في له نموذجين رئيسيين، نحن اخذنا هذا النموذج رح نعتمد عليه، رح نعتمد على هذا النموذج في عملية المحاكاة بماتلاب. طبعا هذا النموذج بالنظام الثنائي الفا بيتا، لانه انا كل شغلة بدي احول، يعني انا بالنهاية بدي انا نظام ثنائي، خلص النظام الثلاثي بدي الغيه. واضح؟ كم معادلة هي يا شباب؟
أربع معادلات، فهذا النظام من المرتبة إيش؟ الرابعة. مين بيقرأ لأول معادلة؟ تفضل. إذا في مجال نكبرها شوي. لا اي اي ال نعم هلا هذا اي اس الفا بس الاي فوقها نقطه ما كنا ملاحظين فهذا مشتق معناته قل لي دي اي اس الفا على دي تي ماذا يساوي ناقص ا 5 ناقص ا 5 دي اي اس كي دي اي اس الفا هلا الكي هذا رمز انه بدك اياها اشعه دواره بسرعه عشوائيه ولا لا تكون مثلا ثابته فالكي هاي عفنا منها نقراها بدون كي حاليا اذا دي اي اس الفا على دي تي يساوي ناقص اي 5 بي اي اس الفا زائد بي اوميجا كي عفوا زائد بي في اس الفا تمام نعم الاي اس دي اي اس بت على دي تي تمام يساوي ناقص اوميجا تي بي اي اس الفا تي لا هلا خلينا نرجع للمعادله الاولى خلينا نرجع للمعادله الاولى لانه قراناها او لم نكملها صح نرجع من عيد من اول وجديد دي اي اس الفا على دي تي ماذا يساوي ناقص ا 5 بي اي اس الفا زائد اوميجا كي بي اي اس بيتا زائد ا 3 بي فاي ار الفا الفا زائد اي 4 بي اوميجا بي فاي ار الفا زائد بي 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 اس الفا صح الكلام ولا لا مين ما عرف كيف كتبناها يا شباب لا اكتبها على اللوح مين عرف يرفع ايده طيب مين ما عرف المعادلة الأولى كيف كتبناها؟ راح اكتبها على اللوح تسمحوا